بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سعادة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن اليوبي وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، أصحاب السعادة وكلاء الجامعة، أصحاب السعادة عمداء الكليات، الإخوة والأخوات، زملائي أعضاء هيئة التدريس، طلاب برنامج الماجستير التنفيذي بكلية الاقتصاد والإدارة، أبناؤنا وبناتنا الطلاب، السادة الضيوف، الحفل الكريم، أرحب بكم أجمل الترحيب وأحييكم في هذا المساء أجمل تحية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فرصة ثمينة لأعبر عن خالص شكري وعظيم تقديري لإدارة هذه الجامعة الفتية بقيادة معالي مدير الجامعة الأستاذ دكتور أسامة بن صادق طيب. إن الجامعة جامعة الملك عبد العزيز ظلت وما فتأت تقدم الرعاية والعناية والاهتمام لأنشطة مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، والتي بفضلها تبوأ المركز مكانة سامية ودرجة رفيعة في مجال البحث العلمي على المستوى المحلي والإقليمي. أسأل الله أن يجزيهم عنا خير الجزاء. يشاركنا في هذا الحفل ثلاث مؤسسات راعية له تحمل رسالة الارتقاء بالبحث العلمي والتطبيق العملي للاقتصاد الإسلامي. فالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ظل ومنذ تأسيسه يحمل لواء الاقتصاد الإسلامي، واستطاع أن ينشر المئات من البحوث والكتب والدراسات، وأن ننظم العديد من المؤتمرات والندوات في الاقتصاد الإسلامي، ويشارك أحد كبار باحثي المعهد بورقة عمل مميزة في هذه الندوة. أما شركة الخبير للمتاجرة والاستثمار والتمويل التي تأسست على الاقتصاد الإسلامي ومبادئه وتقدم نموذجا رائعا وممارسة رشيدة في الاستثمار والتمويل الإسلامي، وبالرغم من حداثة تجربة هذه الشركة إلا أنها شقت طريقها بقوة وأخذت موقعها بين المؤسسات الرائدة في الاستثمار الإسلامي، ولديها تجربة ثرة في إدارة الأصول نتعرض لبعض جوانبها في هذا اللقاء. وجريدة المدينة الراعي الإعلامي لهذه الندوة كانت وما زالت تصدع بالحق وتدعم الفضيلة بنهج متزن رصين عبر صفحاتها المتنوعة، وتنشر الفكر والثقافة الإسلامية على مدى عقود من الزمن. إن دعم هذه المؤسسات الثلاثة ومشاركتهم المركز والكلية في تنظيم هذا اللقاء
له أثر كبير في نجاحه، فله منا جميعا كل الشكر والتقدير والامتنان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. سعادة الأستاذ دكتور عبد الرحمن اليوبي، سعادة العمداء والوكلاء، الزملاء أعضاء هيئة التدريس، الحفل الكريم، الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن مرة أخرى بعد أن ابتدأنا عامنا الدراسي بحديث عن الأزمة وأسبابها وآثارها، نعود مرة أخرى للحديث من جانب آخر عن إدارة الأصول في إطار الأزمة. وقد طلب مني الحضور المنظمون أن أتحدث عن أساسيات إدارة الأصول، فركزت جهدي على هذا الموضوع في إطار الأزمة وبصلته بالمؤسسات الأساسية التي كانت وراء الأزمة والتي تتمثل في المصارف. My colleagues, I'm sorry I would like to speak in Arabic, but anyway I have made the presentation in English because I was receiving confusing signals whether to speak in Arabic or in English. So anyway, I have decided that to speak in Arabic. But anyway, I hope that you will manage and maximize your presence here, and I hope the audience will ask you in Arabic. Okay? فأقول وبالله التوفيق أن الأسئلة التي سنحاول الإجابة عنها ما المقصود بإدارة الأصول بشكل عام وما تطبيقها في المصارف بشكل خاص؟ ما هي أهم القضايا التي تولى لها الأهمية في إدارة الأصول لدى المصارف؟ وهل لأزمة الرهن العقاري السبرايم علاقة بإدارة الأصول؟ كما تعلمون أن الأصول أو إدارة الأصول موضوع كبير جدا. هنالك أصول عينية وهنالك أصول مالية. مثل هذه القاعة التي نجلس فيها يمكن أن نتحدث عن إدارتها من ناحية إدارة الأصول، وهو كيف حازت عليها الجامعة وكيف تحافظ عليها وما هي الأشياء الأساسية التي تريد أن تحققها الجامعة من هذا. لكننا سنتحدث عن الجانب الآخر للأصول، وهو الذي يتعلق بالأصول أو إدارة الأصول المالية. وما دمنا نتحدث عن إدارة الأصول المالية فهي عملية منظمة تقوم على أسس علمية وإجراءات وخطوات مضبوطة ومدروسة، وفي العادة تقوم بها شركات متخصصة Professional Management of Various Securities and Assets لإدارة أوراق مالية وأصول عينية من أجل تحقيق أهداف بالنسبة للذين يضعون أموالهم في هذه المؤسسات ويستثمرون أموالهم في هذه المؤسسات. ولا شك أن عملية جذب الأصول من قبل وإدارتها من قبل هذه المؤسسات المحترفة سيؤدي إلى تعظيم المنافع بالنسبة للذين وضعوا واستثمروا أموالهم، وكذلك للحد من المخاطر التي أصبحت تميز العالم الذين